أهلاً 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 يا هلا. أهلاً 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 أهلاً. شو اسمك؟ سلام العوض. ما شاء الله ما شاء الله يا سلام ما شاء الله. هذه أحلى لحظة في المعرض. الله يحفظك إن شاء الله. الله يحفظك. هذه شغلك أنت؟ لا أنا عملت هي وهي لسه في مستويات شوية. ما شاء الله ما شاء الله. طيب إيش عملتي هنا؟ هو أنا عملت مثل المهرج يعني مشان إذا حد اطلع علي يبتسم ينشر بس يعني. والشغلات اللي ما عرفت أعملها مثل المقص ما استريت أقرب عليه طلبت من بابا يقصر لي هو يقصر لي وأنا كفيت الشغلة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وكمان إيه عملتي؟ عملت كمان هدول الوردات. اها عملت هدول حطيت شوية كتاب جوا. اها ممكن اشوفها؟ طيب ما شاء الله ما شاء الله. كل هذا عملتيه انت؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا التراب انت اللي حطيتيه وهذا الورد. ما شاء الله. شوف الابداع شوف الابداع ما شاء الله تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. وكمان ايش عملتي؟ اديك شغله احلى كمان. الله الله طيب. الله الله. ها؟ هذه سفينة؟ ما شاء الله. شو هذه السفينة؟ هي عملتها من وراء الكورنيش عملت بأعواد الأسنان حطيت ورا هيك وعملت هاي بالفنين هيك تحت غرفي وحطيت هون علم. اها ما شاء الله. وهدول رسمت الرسم لانه ما كان فيني قصة رسمت الرسم وهذا حطيته مثل الرادار يعني. اها شوف الابداع رادار سفينة سفينة جديدة هذه. هون في هون الغرفة وهون غرفة تحت هيك اخر شيء في غرفة كبيرة. غرفة كبيرة. ما شاء الله ما شاء الله. طب ليه رسمتي سفينة؟ لأنه كثير بحب الأبحار الإبحار كثير بحب منظر البحر هيك وبحب هيك أقعد على البحر وشوف الشمس كيف عم تغيب لأنه بحب هيك مناظر يعني. الله والله أنت أي واحد حيشوفك حيحبك. أي واحد حيشوفك حيحبك. وكمان ايش عملتي؟ بس هذول اللي عملتهم لسه فيني شوية ورود عملتهم كمان ورود ها؟ طيب ما شاء الله. اسألك سؤال هذه الكراتين من وين تجيبيها؟ انا هذا ما عملته. اي هذا ما عملتيه. طيب نمشي للي عملتيه. هذا بابا حاول يدور عنا اذا في مثلا كراتين بسكوت كراتين معوني هيك وقصيناه وعملناه سفينة. يا الله. طبعا انا الاحظ هنا هذه كراتين معونه هي تحولها الى رسمات ان كان في هذه الرسمه او في الرسمات الاخرى. ما شاء الله. وكمان وين رايحين؟ ايدك وين كمان رايحين؟ اها اها. ايش انت الان تدرسي صح؟ ايش امنيتك تكوني لما تكبري؟ والله حد الان ما يعرفها بس اكثر امنيه بحب اكون صيدليه. صيدليه؟ اوه ما شاء الله. ليه صيدلانيه؟ عشان اعطي الدواء للناس واعطيه للمحتاجين يعني للفقراء وعد اعطيهم اياه ببلاش. يا الله الله يحفظك. طيب اقعدي انا عاوز اتكلم معك شوي اقعدي. طيب انت الان من وين تجيبي هالافكار؟ احيانا من عند اهلي احيانا من عقلي احيانا مثلا بكون قاعد هيك مالي ما بعرف شو بدي اعمل بتخطر ببالي شي فكره شوف شي شغله مثلا بتخطر ببالي شي فكره وبعمل. يا سلام يا سلام. طيب انا لما سالتك انت دائما متفائله ما شاء الله. طيب ولما شفت هذه المتفائله
عاوز اعرف قصتك، كيف جيتي انت وايش حصل معاك؟ عاوز اعرف قصتك اكثر عنك. كنا من زمان في حمص وشف صار طيران وكان في كثير قصف، وانا كنت استعدنا صغيره والساعه ما نستوعب على القصف والهيك، لحد ما وعيت هالدنيا شفت القصف والدمار والعالم المهجرين. بعدين ركبنا بالبازات، قضينا فتره طويله حتى وصلنا على المخيم. وقت ما وصلنا على المخيم كنا كلياتنا بخيم، وكانت يعني وقت الدنيا توتر كانت المي تفوت على الخيم. والله يعينهم يلي كان ما عندهم خيم. كنا يعني الحمد لله كان في أولى بابا كان دائما يجيب لنا أكل، كان يروح عشينا، كان دائما هو ما كان ساكن بالمخيم، بس بعدين إذا سكن كان دائما يجيب لنا أكل، كان يروح هذا بابا. يجيب أكل. لا رفيق ولا بابا؟ رفيق ولا بابا، أيوة. كان يروح يقول له أبا شو بدنا، يروح يجيب لنا، ودائما دائما كان يجيب لي يعني إلي وقت بشي وقت كنت صغيرة كان دائما يجيب لي هدايا وألعاب وهيك يعني. يا سلام يا سلام. أنت كنت مين أنتو؟ أنتي و... أنا وأختي وبابا وأخي. وأخي حاليا نزل على رابط السكن مشان دراسة والجامعة وهيك، وإن شاء الله يعني بس طلع على تركيا إن شاء الله بكمل دراسي، إن شاء الله بس خلص دراسي إلا ما يصير دكتور أسنان. يا سلام. أنت صيدلانية وهو دكتور أسنان وتسيطروا أنتوا. الله يحفظك إن شاء الله. الله يحفظك إن شاء الله. يعني شفت والله الواحد مش قادر من الضحكة، والله الواحد مش قادر يكمل من ضحكتك ما شاء الله. الله يسعدك إن شاء الله. الواحد يشوف هالبسمة ينسى كل حاجة، والله ينسى كل حاجة إن شاء الله. آمين إن شاء الله. طيب لو عايز أقول لك توجهي كلمة لأطفال سوريا وأطفال العالم العربي كلهم، أول حاجة إيش تقولي لأطفال سوريا؟ أول شيء لو ما عايش خلينا صابرين، ولا مع رب العايش يحقق لنا آلامنا ونحقق أحلامنا وكلياتنا، كل واحد يروح على البلد اللي بيحبه وعلى المكان اللي بيحبه ويشوف العالم اللي بيحبه. إن شاء الله إن شاء الله هيك يصير بهالحياة إن شاء الله. وأطفال العالم العربي اللي برا سوريا إيش تقولي لهم؟ على أمريكا؟ إلا في العراق واللي في السودان واللي في الخليج واللي في باقي الدول. هاي كلمة بوجهها للكل، بس الدول السورية الأطفال السوريين بدون الأطفال الأمريكيين، إنه نفس الحكي اللي حكيته للسوريين، معلش خليها صابرين إنه ما رب العالمين. نعم. هذا الكلام كله اللي قلتيه كم عمرك أنت؟ عمري 9 سنين وثلاث أيام صار عمري 9 سنين. ماشي. عمل لي بابا عيد ميلاد قبل 6 سنين. ما شاء الله عمل لك عيد ميلاد. طيب انا جيت المخيم حجيكي وحنعمل لك عيد ميلاد ثاني، تمام؟ حنحتفل مره ثانيه، تمام؟ ان شاء الله يحفظك ان شاء الله. الله يحفظك. الله يحفظك ان شاء الله. يلا. Happy birthday to you. Happy birthday to you.